مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم المتوقع ان تكون كبيرة وكبيرة جدا، ايضا في ظل هذا الطقس الجميل والرائع اللي تلعب فيه مباراة كرة قدم، نتوقع ان تكون رائعة جدا هذا اليوم. سماء صافية، جماهير تملأ المدرجات، الاغاني لها زيج، الروح العالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. ننتظر واياكم مباراة كبيرة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. يحاول تمريرها من واحد ضد واحد، فرانش ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. إنهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. تسديدة في اتجاه المرمى، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروع، ينجح في التسجيل. روما سجلوا هدف التعادل الآن. شوف الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع.